وقيادة تحت قيادة الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخالص الشكر والتقدير على الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر سياسيا وإنسانيا من أجل وقف الحرب في قطاع غزة وتنسيقها الدؤوب لدخول المساعدات العاجلة والاحتياجات الطارئة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مع التأكيد أهمية استمرار تدفق هذه المساعدات لتلبية الاحتياجات الرئيسية. ونحن شاهدنا جميعا من خلال وسائل الإعلام المختلفة الإجرام الذي اتبعه قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وآخرها كان في مستشفى الشفاء، يعني لم يكن لديهم أي عذر أيضا إلا أن كمان يدخلوا إلى المعابر الصحية والطبية. وجميعنا شاف صور الأطفال الخدج المرميين بلا أكسجين ولا كهرباء ولا شيء، وطبعا كانت من الصور والمجازر إضافة إلى المجازر ارتكبتها خلينا نقول قطعان الاحتلال الإسرائيلي في غزة ولإخواننا في غزة ولأطفال غزة. تصوروا إحنا نحتفل الأسبوع القادم يوم الطفل العالمي، أنا لا أدري كيف يمكن أن نحتفل بهذا اليوم ونحن نشاهد أطفال فلسطين يقتلوا ويذبحوا يوميا، والأمم المتحدة تحتفل هذا العام بمرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لا أدري أنا كيف تحتفل الأمم المتحدة بهذا العام وتحت أي شعار، هل شعار ذبح الأطفال وقتلهم؟ يعني هذا سؤال على المستوى الدولي يجب أن يتم طرحه. أتوجه بالشكر والتقدير لزميلتي وصديقتي العزيزة معالي الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي على جهودها المستمرة، ودائما هي يعني واقفة بجانبنا لأي طلب من قبل جامعة الدول العربية، وإن شاء الله نذهب معا إلى المعبر لتسليم التجهيزات التي سيقوم الهلال الأحمر المصري بتجهيزها. إن شاء الله خلال أسبوع سنكون جميعا على معبر المتاح كما ذكرت معالي الدكتورة نيفين. أنا بعرف أنه في عندنا يمكن حوالي 65 شاحنة أو بالقافلة ستكون موجودة. أنا أريد أن أشير إلى أننا هنا لتضامنا مع الشعب الفلسطيني الصامد الصابر المرابط على أرضه، بناء على توجيهات معالي الأمين العام أحمد أبو الغيط، وتنفيذا لقرارات مجلسين، مجلس وزراء الصحة والمساعدات الإنسانية ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري. إذا تسمحوا لي فقط أذكر بعض الإحصائيات خاصة الصحية. طبعا إحنا أدت القوات الاحتلال الإسرائيلي إلى تدمير ما يقدر ب 45% من الوحدات السكنية في قطاع غزة، وحوالي 41 ألف وحدة سكنية، وإلحاق الأضرار بحوالي 222 ألف وحدة سكنية و279 منشأة تعليمية، أي معادل ما يعادل أكثر من 51% من إجمالي عدد منشآت التعليمية. ومن المحزن استمرار تزايد أعداد القتلى من جراء هذه الحروب، فقد تعدى عدد الشهداء منذ بدء العدوان 11300 شهيد، بينهم 4650 طفل و 3145 امرأة، إضافة إلى نحو 29000 إصابة معظمهم خطيرة، أكثر وأكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء، ولا نعرف بالضبط عدد الشهداء تحت الرد، لغاية الآن لم نعرف كم عدد الشهداء اللي قضوا تحت الرد وتحت القصف الإسرائيلي الغاشم. رغم كل هذه الشواهد إلا أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات وسيارات الإسعاف وفرق الطبية والصحفيين أيضا، واستهداف المساعدات الإنسانية ومراكز الإيواء من مدارس ومساجد وكنائس، وقطع الكهرباء والمياه ووصول الوقود والمستلزمات الطبية والأدوية، شيء يخجل منه العالم جميعا، ويبدو أنه لا خجل لغاية الآن من العالم لإيقاف هذه الحرب الدموية والمذابح التي ارتكبها قوات الاحتلال الصهيوني والكيان الصهيوني الغاشم، الذي أكد على ضرورة
إبادة جماعية للبشر والحيوان والحجر في قطاع غزة. هناك في وفاة من قطاع الصحي، 198 شهيد من الكوادر الطبية و22 من رجال الدفاع المدني و53 صحفي. يعني أنتم بتقوموا بمهامكم وهو يقوم بهذه المهام ويقتل في نفس الوقت، ولا يزال 3600 شخص في عداد المفقودين. طبعا هذا الأعداد وهذه الإحصائيات جميعا من قبل وزارة الصحة الفلسطينية. يعني ما حدث في المستشفيات شيء لا يصدق. والأمثلة طبعا أنا ذكرت على مستشفى الشفاء، أنتم تصوروا أنهم دخلوا على المستشفى ليثبتوا كذبة كبيرة جدا ولم يستطيعوا كذبها، أن طبعا يلغوا هذه ما شاهدوا. فما قام اللي قاموا فيهم عبارة عن تدمير الأجهزة الطبية الموجودة والأدوية الموجودة الباقية في المستشفى. فطبعا أصبحت جميع المستشفيات في قطاع غزة مشلولة كاملا باستثناء المستشفى الأهلي اللي هو خارج الخدمة بسبب قطاع الكهرباء والى آخره. في الختام أتقدم بالشكر والتقدير للأخت الفاضلة الوزيرة نيفين، الوزيرة الإنسانة بالفعل. أتقدم بالشكر والتقدير، أرجو أن تذكري شكرنا وتقديرنا لسيادة السيدة الأولى على جهودها، وإذا تسمحوا لي أنا فريق العمل الهلال الأحمر المصري معنا الدكتور عادل، أهلا وسهلا فيك، وإحنا كنا سعيدين جدا إنه شفناك اليوم على الكادر الهلال الأحمر. اسمحوا لي ايضا ان والدكتور ناظر، الدكتور رامي الناظر طبعا هو ناظر، اسمحوا لي ايضا ان احيي زملائي وزميلاتي من جامعه الدول العربيه اللي هم اصروا كلهم مديرين على مستوى وزير مفوض، اصروا ان يكونوا معنا في عمليه اعداد التجهيزات التي ستذهب الى غزه. يمكن في برا سيارتين حط لنا اياها الدكتور ناظر يعني سيميليشن، بس احنا سيكون الأسبوع القادم في قافلة كبيرة ستخرج إن شاء الله نستقبلها مع معالي الوزيرة في أحد المعابر اللي متاحة حسب قولها. شكرا كثيرا للجميع، وإن شاء الله يعني نستطيع أن نوصل لو شيء بسيط جدا لأهلنا في غزة، ونتمنى أن يتم يعني آخر قرار لمجلس الأمن اللي يتم الالتزام فيه في إيقاف وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية لأخواننا في غزة. شكرا لكم. عايزة أختم الكلام بإرسال يعني بنيابة عننا كمصريين وأكيد كجامعة الدول العربية بتحية شكر وتقدير لموقف القيادة المصرية الذي أثبت حكمة ورجولة وقوة وبسالة في زمن ضنت عليه بنا الرجولة حقيقة، في موقف قوي يحمي الأرض والعرض وفي نفس الوقت يساند ويدعم الفئات المستضعفة وليست الضعيفة في قطاع غزة بإرسال لها الدعم السياسي، الدعم الإنساني، الدعم الإغاثي، الطبي. فمن هذا الموقع نرسل تحية شكر وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكافة مؤسسات الدولة ممثلة أيضا في وزارة الصحة والسكان والجهات الشريكة، وأيضا في منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. فكلنا شركاء، مش بس المؤسسات لكن كل مواطن مصري على أرض مصر وكل مواطن غير مصري يشعر بإنسانية. بنرسل تحياتنا جميعا لكل هؤلاء الداعمين الذين نكن لهم كل الشكر والاحترام. شكرا جزيلا.